اليانسون النجم دوت 3 قطع منه بس كده، تشرب الكوب ده في اليوم هيعالج لك مشاكل السكر التراكمي، هيجدد لك خلايا الدم المتراكم عليها سكر قديم، فبالتالي سكرك مظبوط وضغطك مظبوط والكوليسترول بتاعك مظبوط. ايه ده باليانسون النجم؟ اه والله. تعالوا بينا نشوف ازاي وازاي نستخدمه. النهارده معايا منظم الدم من السكر، يا ريت بس كده، لا ده بيجدد لي خلايا الدم، مش بس كده لا، ده بيعمل ايه؟ بيخلصك من خلايا الدم اللي عليها جلوكوز. مش حضرتك بتروحي تعملي تحليل ال HbA1c السكر التراكمي بتلاقي زايد؟ النهارده ده هيخلصك من السكر التراكمي ده. ازاي؟ ان هو بيعالج مشكلة السكر التراكمي ويجدد خلايا الدم. طب ايه اللي معانا ده عشان ما اطولش عليكم؟ اللي معانا ده مكون قوي جدا جدا، ما تنسوش بس تعملوا لايك وشير للفيديو وتشاركونا في قناة الوصفة السحرية. اللي معانا النهاردة هو اليانسون النجمي. اليانسون النجمي اهو ده اسمه يانسون نجمي، بيتجاب من اي حد بتاع اعشاب، وحلوته فيه حاجات كتير جدا هقول لكم عليها. طيب تيجي مع بعض بقى الاول نعمل المشروب عشان اقول لكم بيتاخد ازاي الاول، وبعد كده نتكلم كلمتين بصوت عليه وناخده ازاي. طيب اول حاجة طريقة العمل. اول حاجة هتجيبي فنجان وتجيبي مية سخنة، بعد كده بعد المية السخنة اللي انت حطيتيها دي هتجيبي 3 قطع فقط من اليانسون النجمي، 3 فقط اهو، 1 2 3. بعد كده هتجيبي اي حاجة ضغطيها وتسيبيها 10 دقايق، تسيبيها 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هقولك تاخديهم ازاي، هنسيبها بس كده واكلمكم بقى كلمتين عنه. يبقى عرفت الطريقة بس لسه معرفتيش ازاي تاخديه، ازاي تاخديه في اخر الفيديو ان شاء الله نقوله مع بعض. اليانسون النجم ده يا جماعة مهم جدا لمريض السكر نوع اول وتاني، نوع اول ونوع تاني. طب ليه؟ طب انا هاخده ليه؟ اول حاجة مهم للسكر نوع اول، لان حضرتك مشكلة السكر نوع اول مستقبلات الانسولين مش شغالة. يعني ايه؟ حضرتك عندك شوية سكر المفروض يخش جوه مثلا جسمك، فايه اللي بيشيلهم؟ حاجة اسمها مستقبلات الانسولين، حاجة كده بتشيل السكر وتدخله جوه الخلية، فدي ساعات ما بتشتغلش يعني كتير. ليه بقى؟ وزنك زايد، ما بتاخديش اعشاب كويس، ما بتاخديش ادوية بانتظام، سكر التراكمي بتاعك عالي. طب ايه بقى اللي يعالجك من المشكلة دي؟ اللي يعالجك هو اليانسون النجمي، يعني بتعالج حساسية الانسولين ومستقبلات الانسولين اللي فيها مشاكل. طيب بعد ما جبنا المشروب ده بيعمل ايه تاني؟ انت في بداية الفيديو قلتيلي ان هو بيجدد الخلايا المتراكم عليها جلوكوز. ايه ده ازاي يعني؟ حضرتك اليانسون النجمي مليان بحديد، الحديد ده انت عارفه ان هو بيكون ايه؟ كريات دم حمراء، فكريات الدم الحمراء القديمه بتموت وبيكون كريات دم جديده، اللي هو حضرتك لما بتروحي تعملي تحليل سكر تراكمي اللي هو عباره عن ايه؟ كميه كريات الدم الحمراء اللي عليها جلوكوز، فهو بيجددها لك. فبالتالي لما كل ما تروحي تعملي تحليل تراكمي تلاقيه مظبوط بعد ما تاخدي ده. ليه؟ انه بيجدد خلايا الدم الجديده. طب بيعمل ايه تاني؟ زي ما احنا قلنا بيعالج السكر التراكمي، بيعالج مشكله التهابات الاطراف. اليانسون مهم جدا لتنظيم حركه الامعاء، مهم جدا للجهاز الهضمي. كل ديت في شويه الفيديو ده في الكلام اللي كام دقيقه دول بتكلمك على اهميه الانسولين النجمي، عشان نخش بقى في طريقه الاستخدام. طيب اليانسون النجمي زي ما احنا قلنا هيعالج لك مشاكل اضطراب الجهاز الهضمي، كل مشاكل بيقوي العظام وبيقوي مشكلة الأعصاب، فبالتالي انت بتشربي مشروب عالمي، مشروب بمعنى الكلمة. في حاجة بقى مهمة في المشروب ده، بيعالج الضغط. ايه ده؟ المشروب ده بيعالج الضغط؟ اه والله. ليه بقى؟ اليانسون زي ما انتم عارفين بيقلل الدم المية المحبوسة في الجسم. يعني ايه بيقلل المية المحبوسة في الجسم؟ فكرة الضغط اصلا بيزيد عندك لان كمية المية المحبوسة بتزيد فترفع الضغط عندك، فايه علاجها؟ انك تاخدي حاجة مضرة للبول، عشان كده معظم او بعض ادوية الضغط فيها حاجة اسمها مضرات للبول، اللي هي تدخلك الحمام تفقدك مية كتير وسوائل، اللي هي اليانسون بيعمله. برضو الدكاترة الافراد لقوم بينصحوا كده
الاطفال في حاجه بيقولوا لهم للام اعملي له قرار ويعملوا له ينسون. ليه؟ لانها منظمه لجهاز الهضم. ده احنا بنتكلم كده على كلام خارج علاج السكر. امال طب ليه؟ لان فعلا ليه فوائد كتير ولا تعد ولا تحصى. مهم جدا لتظبيط الكوليسترول في الدم، وبيقلل الدهون الضاره وبيزود الدهون الضاره. فحاجه مهمه جدا ان العلاج دوت علاج مهم جدا جدا، تقليل الكوليسترول، تقليل ضغط الدم، تظبيط نقص السكر، واهم سكر هو السكر التراكمي اللي بتظبط بالينسون النجمي. طيب الينسون النجمي هل هو مفيد تاني لينا؟ مفيد في ايه؟ ومفيد في صحه الجهاز العصبي خصوصا المخ، مهم جدا للتركيز، ودي حاجه مهمه جدا للناس اللي عندهم سكر وكبار في السن. طيب حاجه كمان، ازاي نشربه وازاي نستخدمه، دي اهم نقطه في الموضوع كله. واهم من كده كمان هي انك تاخديه على فترات. عشان ايه؟ عشان يعالج مشكله مهمه قوي قوي اللي هي مستقبلات الانسولين، يشغل حساسيتها ويقلل مقاومتها. طب نستخدمه ازاي بقى؟ ودي النقطه المهمه. الطريقه بقى هي ايه؟ حضرتك بعد 10 دقايق بصي شيلته، في لون جوه اهو، ده لون تصفيه الينسون النجمي. طب هستخدمه ازاي؟ اول حاجه لازم يتاخد 10 دقايق قبل الاكل، قبل وجبه الفطار والغدا. قبل وجبه الفطار والغدا خد المشروب ده بس صفيه الاول. يعني ايه صفيه؟ يعني هشيل دول، اشيلهم كده وارميهم واشرب الميه بتاعتهم بس، هيحميكي من حاجات كتير جدا. طب امشي عليها قد ايه؟ تمشي عليها 4 اسابيع. طيب اول حاجه لازم يتاخد كوبايه فيها 3 قطع اهو لمده 4 اسابيع قبل الفطار وقبل الغدا. ان شاء الله تجيب نتيجه ممتازه، هتعالج لك زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله مع بعض السكر التراكمي ومشاكل اللي ليها علاقه بالمستقبلات الانسولين، مشاكل اللي لها علاقه بالسكر التراكمي وتجديد خلايا الدم بما فيها من معادن وحديد ومواد بتحفز انتاج الحديد وانتاج الخلايا الدم الحمراء النظيفه الجديده اللي ما عليها السكر. عشان كده بيسموها منظف الدم من اي سكريات ودهون. طب هي حلوه بنسبته؟ قالوا هي حلوه للناس اللي عندهم ضغط، قلت مفيده بنسبه 100%. الناس اللي عندهم كوليسترول 100%. ليه؟ هتنضف لك كل الدهون المتراكمه وبنترسب على جدار الاوعيه الدمويه، فلذلك انصحكم تاخدوها وان شاء الله تبقى مفيده قوي. متنسوش بقى يا جماعه في نهايه الفيديو كل المعلومات اللي بنقدمها ان شاء الله مفيده. متنسوش بقى تشتركوا في قناه الوصفه السحريه وتشيروا الفيديو ده لكل اللي بنترسب على جدار الاوعيه الدمويه، فلذلك انصحكم تاخدوها وان شاء الله تبقى مفيده قوي. متنسوش بقى يا جماعه في نهايه الفيديو كل المعلومات اللي بنقدمها ان شاء الله.